تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نجوم الاستوديو التحليلي الاهلي والداخليه، الجوله 27 من بطوله الدوري العام، مباراه اكيد قويه كعاده مباريات النادي الاهلي، تاكيد وتحفيز كبير من الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري على التركيز في هذه المباراه. النادي الاهلي بينقصه نقاط بسيطه جدا لحسم بطوله لقب الدوري العام، مباراه مهمه، مباراه قويه نظرا طبعا للنتائج السيئه اللي بيقدمها نادي الداخليه، لكن كالعاده عارفين اي فريق بيواجه النادي الاهلي بتكون مباراه بطوله، مباراه بتكون قويه، بتشهد منافسه قويه جدا. بنتمنى النادي الاهلي يكون موفق النهارده في هذه المباراه لحصد 3 نقاط هامين جدا. من خلال متابعتنا طبعا من التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي والتكتيك الخاص، والكابتن حسام كان بيحاول ان هو ينفذ بعض الجمل التكتيكيه، قدرنا طبعا ان احنا نقدر نستشف التشكيل اللي هيكون بيه النهارده الكابتن حسام البدري يقود بهذه المباراه. الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي ومحمد نجيب وايمن اشرف وعلي معلول في خط الظهر، في المنتصف عمرو السوليه وحسام عاشور، وعلى الاطراف صلاح محسن ووليد سليمان وجونيور اجاي ووليد اضارو. لو هيكون تغيير هيكون في اضيق الحدود، تغيير ممكن يكون تغيير واحد، لكن من خلال زي ما بنقول متابعتنا من التدريبات امس واول امس، يمكن ده التشكيل اللي ممكن بشكل كبير جدا الكابتن حسام البدري يقود به هذه المباراه. النهارده يمكن بيقود التحكيم في الملعب الكابتن محمد الحنفي، احمد صلاح، هاني خيري، محمود شكري، واحمد العدوي، وصبحي الغمراوي. طبعا بنتمنى لهم التوفيق النهارده في هذه المباراه. النادي الاهلي زي ما بنقول وبناكد تركيزه الكبير في مباراه اليوم، رغم مباراه القادمه ستكون امام منانا الجابوني، وهي مباراه النادي الاهلي بيستعد لها بكل قوه، باكيد حضور الجمهور هيكون له تاثير كبير في هذه المباراه. كجانب مباراه اليوم عارفين طبعا بعد سماح دخول الجماهير ب 300 فرد يكون متواجد في المدرجات رغم قله العدد، لكن بيبقى ليهم تاثير كبير. بنتمنى ان شاء الله في الموسم القادم ان يزيد العدد وجمهور النادي الاهلي وكل جماهير الكره المصريه تكون في المدرجات لمؤازره الفرق الرياضيه طبعا، والكل بيصب في الاخر في منتخبنا الوطني. اكيد هنكون مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وكواليسنا الخاصه هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. أشكرك يا كريم، إن شاء الله كل